إذن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد أحييكن أخوات الغاليات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن غالياتي، اليوم بعد انقطاع أعتقد دام شهر يمكن عن جلساتي أسماء الله الحسنى، اليوم بإذن الله تعالى نستأنف رحلتنا نحو أسمائه، والحمد لله الذي علمنا هذه الأسماء ووهبنا إياها أدوات للدعاء وللعمل الصالح. فمن دعا بأسمائه أو عمل بها فاز في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن نكون ممن أوتوا علما وفهما وعملا بما علمنا يا رب العالمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا لله حمدا لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حمدا لله. اليوم من الأسماء الرائعة اسم الله الجبار، وهذا أنا أسميه اسم ذو اتجاهين، يعني إله، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى في أسمائه. ومن أسرار هذه الأسماء أنه في بعضها يكون لها يعني معنيين، ربما المعنيين قد يظن البعض أنها متضادة، لكنها أنا ما أسميها متضادة، أسميها متكاملة، لأن الله له الكمال، له الكمال وحده سبحانه. كيف يعني متكاملة؟ أي أن هذا الاسم الله سبحانه وتعالى له فيه مشيئة، هذه المشيئة وله فيها فعل وصفات تشمل خلقه كلهم على اختلافهم، كان غنياً أو فقيراً، كان ظالماً أو مظلوماً، كان عاصياً أو متقياً، يعني أياً كان فهذا الاسم يشمل الجميع، يشمل الجميع. وهذا من كمال الله سبحانه وتعالى وكمال ذاته وكمال صفاته سبحانه. لكن حتى إحنا نستطيع أن ندعو الله تعالى بهذا الاسم، وحتى أيضاً نستطيع إنه هذا الاسم كذلك يكون لنا أداة من أدوات العبادة، لازم نفهم الشمولية هذه، نحاول أن ندرك بعض معانيها. يعني أصلاً في النهاية إحنا ما راح ندرك أسماء الله سبحانه وتعالى لو حرصنا، لكن الإنسان يحاول قدر ما يستطيع، وكما قال الله تعالى لنا واتقوا الله ما استطعتم، يعني أقصى ما نستطيع من استطاعة أن نعبد الله بهذه الأسماء. اسم الله الجبار لم يذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، وفي هذه المرة تشرح معاني الاسم بالتفصيل. يعني لو جينا نتأمل الآية الكريمة في هذا أو متعلقة بذا الاسم، سبحان الله، نلاحظ أنه قبل كل شيء هذا الاسم تسبقه مجموعة أسماء. الله تعالى يقول في سورة الحشر الآية 23 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ثم تأتي الجبار. لاحظوا التسلسل، ترى هذه لها معنى قوي جدا. دائما نقول أن كل كلمة في آيات الله تعشق مكانها،
كل كلمة في آيات الله تعشق مكانها، يعني ما وضعت، الله سبحانه وتعالى ما وضعها عبث، كل كلمة لها معنى. سؤال اللي يطرح نفسه الآن، ليش قالت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ثم أتت الجبار وتأتي بعدها المتكبر؟ سبحان الله عما يشركون. لاحظوا كم اسم الملك القدوس، اسمين، السلام المؤمن، هذول أربعة، العزيز خمسة أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء له علاقة باسم الله الجبار، وله علاقة أيضا بتفعيل اسم الله الجبار. يعني اللي باغية تتخلق بهذا الاسم لازم تكون فاهمة الأسامي اللي قبلها، لأنه لها علاقة. واعرفوا دائما الله سبحانه وتعالى يضع دائما في لما تكون تمر عليكم في آية من الآيات أسماء الله الحسنى، فتجدوا مثلا اسم الله العزيز الحكيم، اعرفوا أن الحكيم أعلى من العزيز، أعلى ليس بمعنى أنه أعلى يعني أحسن، لا، أعلى بمعنى أنه من كان عزيزا صار حكيما، من كان عزيزا صار حكيما، يعني حاجة تؤدي إلى حاجة، توصل إلى حاجة، وكأننا نصل، يعني كأني أنا في سلم، السلم الأول يوصلني للسلم الثاني. طبعا لكل اسم له معنى، معاني، ما له معنى، له معاني، لكن هذه الأسماء مرتبطة ببعضها البعض ومتداخلة، وما ممكن إنسان يقول أنا أفعل اسم الله الجبار وهو يكون بمنأى عن الأسماء الثانية، ما يستوي، ما ينفع، لازم يكون فاهم واعي ترابط الأسماء هذه. والله تعالى في الآيات يوم يدلنا عليها يخبرنا العلاقة والارتباط بين هذه الأسماء. كذلك نسمع اسم الله الغفور الرحيم، مغفرة الله تعالى ها تكون برحمة منه، رحمة منه، ولذلك الغفور الرحيم. أيضا العزيز الغفور أو العزيز الغفار، كل هذه الأسماء لما تأتي مع بعض، والسميع العليم، لاحظوا، لاحظوا ترابط الأسماء مع بعضها البعض. ولذلك لما نجي نتأمل، نتأمل يا غاليات في هذه الأسماء، بتلاحظوا أن الله تعالى لا يضعها عبثا، سبحانه في كل كلمة في هذه الآيات لها معنى ولها مغزى، يعقلها أولئك الذين يتدبرون في هذه المعاني، في هذه الكلمات، ما يفوتوا كلمة، ما يفوتوا كلمة، يعرفون أن في كل كلمة هناك غاية، في كل كلمة موضوعة في الآيات لها غاية، حتى الحروف لما يقول الله تعالى عليها، ولما يقول لها إلها معنى، لما تأتي الحروف أو الكلمات معرفة أو نكرات لها معنى، ما يجي كذا اعتباط، ما يجي الموضوع اعتباط، لأن الله سبحانه وتعالى يعني كلامه كلام، هذا نسميه إحنا كلام نور على نور، إله أهداف، إله غايات، فكل كلمة لها غاية ولها أهداف. والأصل، الأصل، الهدف العام هو أن الإنسان ما يشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني الهدف الأساسي إن أنت بهذه الآيات تسعد وتكون سعيد على الأرض، تكون سعيد، لأنه هذه الآيات أنزلت في الأرض وأنت في الأرض، فهذا معناه أن الله تعالى كل كلمة أنزلها لك أنزلت لك، يعني لازم تستفيد منها. والخسران اللي ما يعرف يستفيد من هذه الكلمات، الخسران اللي ما يعرف يتعامل مع هذه الكلمات ولا يتعلمها ولا يعمل بها. وشوف الناس سبحان الله صايرة كسولة عن مجالس العلم، سأل الله تعالى الهداية، ما عرف مالهم، الله يبارك فيهم، مو هذا الكسل، مستوبيات شتوي، سأل الله تعالى لي ولهم الهداية. ترى يعني السائرون إلى الله، في ناس تبدأ، الكل يبدأ، لكن يثبت الصادق فقط في هذا الطريق، يحصل، يحصل إنه إحنا نفتر، يحصل إنه إحنا نضعف، لكن المهم ألا نترك الطريق. ممكن خطواتنا تكون بطيئة
في أوقات وخطوات أحياناً تكون سريعة، بس المهم ألا نتوقف، نبطأ أحياناً، نسرع أحياناً، لكن المهم ما نتوقف. تعالوا نفهم اسم الله الجبار. والجبار تتخذ معنيين، لها معنيين. معنى الأول ويلتقيان في نقطة واحدة، ألا وهي نقطة القدرة. يعني الله تعالى اسمه الجبار بما يحمله من صفات ما أتت هذه الصفات إلا من قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله له القدرة، قدير قادر مقتدر. شوفوا، قدير قادر مقتدر. أريدكم كذا تتأملوا في الثلاث كلمات والعلاقة باسم الله الجبار، هذه الأسماء القادر والقدير والمقتدر، كلها أسماء القدرة. وأسماء القدرة هي التي تجعل لله الجبروت، بمعنى أن الله تعالى، يعني أنا أريد أعطيكم إياها مثال. دائماً رب الأسرة في البيت، رب الأسرة طبعاً لله المثل الأعلى، رب الأسرة، لأنه هو الذي يصرف على البيت، أو هو مسؤولية الصرف على البيت، دائماً إله هيبته وإله مكانته وإله قدرته، وبالتالي يستطيع أنه هو يحكم، وأيضاً يستطيع أنه هو يعفو، يستطيع أنه هو يحكم على أبنائه، يأمرهم ويعاقبهم، يعاقب أبنائه، وكذلك يستطيع أنه يعفو. لكن لو ما كان هو المتصرف بأمور البيت، هل يقدر يسوي ذي الأشياء؟ الآب اللي ما له دور في البيت، هل يكون له احترام في البيت؟ نجاوب. أريدكم تستشعروا المعنى فقط للتقريب. الشاب مفتوح الغاليات، ما ممكن. يعني إذا أنا كان عندي في بيت ما، لو كان في بيت ما، وهذا الأب أصلاً ما سائل عن ذا البيت، ما سائل وما يعرف عنه شيء، بل لا يصرف فيه شيء، هل الأبناء سيقدرونه ويقولوا أنه له الحكم؟ حتى لما يجي يحكم عليه، لما يجي يحكم بينهم يقولوا له أنت من، مو دورك أصلاً، ما أسمع لك كلامك، يستصغرون بالضبط. ولذلك من أين تأتي مقام يعني هذا مقام القدرة، من أين يأتي؟ من المهام والأعمال التي يؤديها، من المسؤولية، نعم، من المسؤولية التي يقوم بها. فكيف إذا كان الله هو الملك؟ انتبهوا، فكيف إذا كان هو الملك؟ إذن بالضبط، بارك الله فيكم. فكيف إذا كان صاحب القدرة هو الملك؟ إذا كان الأب ملك بيته، فالله تعالى ملك الكون وما فيه، ملك الكون وما فيه. ما تخلطن الأمور، سؤال واضح، ما تشطحن في أشياء. لاحظت كذاك، يعني نكون نتكلم عن حاجة وإلا نلف على حاجة ثانية. الآن ما نتكلم عن حقوق الوالدين، ما موضوعنا الآن، ما تخبصني ولا تخليني أروح في مكان ما طريقنا. إذن قدرة الله سبحانه وتعالى جاية من أنه ملك، صاحب الملك، كل شيء ملكه في هذا الكون، له الملك وحده سبحانه. طيب أنا لما يكون أنا صاحب الملك، طبيعي أكون أنا صاحب التصرف، يعني طبيعي بال 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 بالمعنى كذا البسيط، إنه إذا أنا عندي مثلا هاتف، وهذا الهاتف ملكي، أنا حر أتصرف فيه كيفما أشاء، هل حد يقدر يتدخل؟ ها؟ نجاوب، هل حد يقدر يتدخل؟ أنا عندي شيء ملكي، إذا بغيت أحرقه، إذا بغيت أرميه، إذا بغيت أتبرع به، إذا بغيت، ما حد، صح؟ ولله المثل الأعلى،
ولذلك أيضا شوفوا هيكون أيوة وكذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. يعني الله تعالى الجبار ما أتت إلا من قدرة، ما أتت إلا من قدرة الله سبحانه وتعالى. وما خصائص، إيش الدلالة على قدرة الله تعالى؟ إيش اللي يدلني على أن الله تعالى هو القادر؟ ما الذي يدلني؟ أول شيء أنه هو له الملك. نرجع للآية السابقة، تعالوا نرجع للآية، الملك، الملك، تمام؟ طيب رقم اثنين القدوس، لاحظوا القدوس. القدرة أول شيء من أن الله تعالى هو الملك، يعني الجبار، الجبار يعني أن الله له القدرة. طيب من أين جاءت هذه القدرة؟ نفكر فيها، من وين جاءت؟ جاءت أول شيء أن الله هو الملك، أن الله هو الملك. ثم القدوس، أنا أريد يعني كذا نتأمل كلمة القدوس، له القدسية، ها؟ أي المنزه، نعم تنزيه. إيش يعني تنزيه؟ يعني الله تعالى أحكامه لا تخطئ وأفعاله لا تخطئ، له الكمال، مقدس، مقدس، له الكمال، له الكمال، القدسية كلها لله، لا يخطئ أبدا. لذلك الناس اللي مثلا تشوف مثلا يعني مثلا أحد عباده، يشوفوا واحد من عباده مثلا خلينا نقول إن ولد بدون أقدام، الذين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون معاني أسماءه ولا صفاته، ولا صفات هذه الأسماء، يفترون على الله ويقولون أن الله أخطأ في خلقه. استغفر الله العظيم، سبحانه وتعالى عما يقولون. يعني في ناس لما ما تفهم، ما تفهم ولا تعي. ولذلك الله سبحانه وتعالى قدوس، أي منزه له العظمة لا يخطئ أبدا. يقول عيب خلقي، إيش عيب خلقي؟ أوين عيب خلقي؟ هذا من باب، هذا من باب إيش؟ هذا من باب سوء الأدب مع الله. هذا معناته ما يعرف أصلا اسم الله القدوس. فإذا كلمة القدوس يعني الله سبحانه وتعالى لا يخطئ أبدا، منزه معظم لا يخطئ، لا خطأ، لا في كلامه ولا في أفعاله ولا في أحكامه، لا في كلامه ولا في أفعاله ولا في أحكامه ولا في صفاته، ما فيها أبد عيب، ما فيها عيب، ما فيها عيب. إذن أيضا بسألكم سؤال آخر، لما يكون شخص، لما يكون شخص، وأنا أحاول يعني أنه أنا يكون عندي إنسان، هذا الإنسان عرفت في ظاهره أنه إنسان يتقي الله ولا يرتكب الأخطاء، ألا نحترمه؟ يعني إنسان دائماً ماشي سيدة، أقول هذا الإنسان أنا أثق فيه، أثق فيه، ولأنه لا يخطئ أنا أثق في حكمه، صح ولا لا؟ لأنه لا يخطئ. كم مرة، كم مرة جربت هذا الإنسان ففعلا أنا أشوف أنه هذا الإنسان أيوة. ولذلك لاحظوا أول شيء الملك، نعم له حسن الاختيار صحيح. الأمر الثاني القدوس، أي أن الله تعالى لا عيب فيه وهو منزه، منزه لذاته، قدوس في ذاته، تعالى الله
منزه عن الخطأ، له كمال الصفات والأسماء. طيب، إذن هذا سببين. ثم اسم الله السلام، اسم الله السلام. لاحظوا السلام والمؤمن، ها، أي أن الله هو الأمان، ها، وله الاستسلام، يعني نستسلم لله لأنه الأمان. إذن ألا يكون مهيمنا؟ ألا يكون، شوفوا الترتيب، ألا يكون مهيمنا يعني ملك قدوس، تستسلم له الكائنات وتأمن. لما واحد يكون عنده صفات هذه، ولله المثل الأعلى، إنسان عنده مزرعة، المزرعة هذه كل شيء فيها حلال، لا يرتكب فيها أخطاء، من يدخلها يكون آمن وفي سلام. معناته كل هذا، أليس له من مهيمن؟ أيوة. ولذلك الهيمنة أي السيطرة، أي التحكم، قادر يتحكم بكل شيء، قادر يتحكم بكل شيء. إذن ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن. أيوة. والمهيمن في قومه أليس بعزيز؟ من عزيز القوم؟ أليس الذي يقوم بشؤون أتباعه؟ أيوة. من عزيز القوم؟ الذي يقوم بشؤون أتباعه، صح؟ الذي يخدم أتباعه، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى حي قيوم، عزيز قائم بشؤون أتباعه أو عباده، عفوا، قائم بشؤون عباده ومخلوقاته. هذه العزة تجعل له الجبروت، جبار. عرفنا الآن كلمة الجبار، جات بعد مجموعة من الأسماء. إذن اسم الله الجبار يا غالياتي له، يعني يجي كذا بعد سلسلة من الأسماء، يأتي بعد سلسلة من الأسماء، ها، له جبر القوة وجبر الرحمة، جبر القوة وجبر الرحمة. أما جبر القوة فهو ذلك الجبر المرتبط بمن؟ بأولئك الناس الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، والله تعالى اللي هم الظالمين، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، كيف يجبرهم الله جبر قوة؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يستدرك في البداية، لأن رحمة الله سبقت عقابه. إن الله جبار. تعرفوا إيش يعني جبار؟ أنا أريدكم تشوفوها من ناحية الجبيرة، تكبر، يعني الله تعالى في الأصل الله تعالى يمهل الجبر، جبر الله للظالمين، أنه في البداية أول شيء لا ينتقم الله انتقاما سريعا. الله تعالى في الأصل أول شيء هؤلاء الذين يظلمون أنفسهم،
ويظلمون الآخرين. الله تعالى أول شيء يعطيهم فرصة للإصلاح أي للجبر. وما في ما في ما في يعني جبر دون قوة. كيف يعني؟ يعني الله تعالى احنا لا نقول انه الانسان الذي يعفو يعفو عند المقدرة، يعني عند القدرة. لما يعفو واحد لازم يكون عنده القدرة على العفو، ما يعفو بس عشان الناس تقول له انت عفوت او انه الناس تتكلم عنه انه ما شاء الله عليه عفو. ليش؟ لان الذي يعفو ضعفا سيتألم في واقع الأمر. ولكن الله تعالى عندما يعفو يعني الله تعالى يوقف الحكمة حتى يصلح هذا الإنسان من نفسه. فإن أصلح جبر الله خطأه وأبدله يعني عملا صالحا، يبدل الله، الله تعالى يبدل السيئات إلى حسنات، يعطيهم فرصة، يمهلهم. وهذا جبر القوة في البداية. طيب إذا هذا الإنسان ماله استمر وتكبر، اعلموا أن الله متكبر. شوفوا الآية الكريمة، نرجع مرة ثانية. شوفوا عشان كذا نقول لكم إياها، فلنفهم أن كل آية من هذه الآية وكل كلمة تعشق مكانها. لاحظوا كلمة المتكبر أتت بعد ذلك. فمن يستكبر على الله، لأنه هذا إذا كانوا ما يريدوا يستهدوا وما يريدوا يرجعوا إلى الله تعالى، طبيعي من يستكبر عن عبادة الله، الله تعالى متكبر عليهم، عند ذلك الله تعالى ينتقم منهم. ولذلك أول شيء كلمة الجبار، عشان ما يجي الناس في بالهم إنه كلمة الجبار يعني إن الله تعالى مباشرة ينتقم. لا، الانتقام يأتي بعدما تنتهي فرص ذلك الإنسان. ولذلك الأصل في البداية الله تعالى يجبرك أي يصلح ويعطيك الفرصة للإصلاح. تكبر من كسر من أفعالك. أنت ظلمت نفسك، ارجع إلى الله تعالى، ارجع. إذا رجعت جبر الله عملك اللي كسره، الفعل الخاطئ اللي فعلته الله تعالى يجبره فيبدله عملا صالح. كأنه أنا حاجة انكسرت بسبب أفعالي، أنا كسرت في نفسي كسراً، سويت كأني كسر. أريدكم تتخيلوا أن الإنسان لما يرتكب ذنب أو يظلم في واقع الأمر يكسر قلبه هو قبل كل شيء. الله تعالى يعطيه فرصة حتى يلتئم هذا القلب. كيف يلتئم؟ يعطيه فرصة أنه يصلح ويعود. فإذا أصلح جبر الله هذا الجرح اللي سببه حل نفسه في قلبه بسبب ذلك الذنب أو ذلك الظلم اللي اقترفه هذا الإنسان. هذا معناتها الجبر. الجبر أي الإصلاح، الأصل الإصلاح، الإصلاح جبر القوة. بالله عليكم، من الذي يستطيع الإصلاح إلا القوي؟ من الذي يهدي للإصلاح إلا القوي؟ لأن الله تعالى ما يريد عباده، حتى لو كان هذا العبد ظالم لنفسه، الله تعالى ما يريده يدخل في طريق، لأن الله تعالى جبار. الأصل يريد لك دائما إنك تكون بخير، إنك تكون بعيد عن هذا الشقاء، ما يريد لك تكون متبهدل. ثم يأتي بعد ذلك العقاب. متى؟ لما تكون خلاص أنت استنفذت كل الفرص، لحن الله تعالى يجلك، الله تعالى يهديك ويقول لك يا فلان هذا العمل خاطئ، يوقعك في شر أعمالك، ثم إذا وقعت لعلك تعود. فإذا عدت جبرك الله تعالى وأصلح ما أفسدته أنت وأبدل سيئاتك حسنات. هكذا يكون جبر الله تعالى جبر قوة. فالله تعالى لا يعفو إلا لأنه القوي. بالله عليكم، هل كل الناس تستطيع المسامحة والعفو؟ في ناس تقول خاطري أعفو ما قدرت. إذن تحتاج قدرة، تحتاج قوة. ولذلك العزيز الجبار يا جماعة، قوة وقدرة. يجبر إنه يعطيني المهلة أول شيء، يعطيني المهلة اللي من خلال هذه المهلة
الله سبحانه وتعالى يريدني أن أصلح ما أفسدته أنا بأعمالي، فظلمت به نفسي أو ظلمت به غيري. بعدين إذا استمر الإنسان خلاص جبره يكون بكسره، لأنه هو ظلم نفسه فتكبر، لذلك أتى اسم الله المتكبر. لاحظوا في الآية الكريمة، تأملوا الآيات بس، ما نفسر التفاسير على كيفنا، نربط الآيات ببعضها بعض، نشوف التناغم والبلاغة والبيان في كلام الله تعالى. ما يعني ما واحد يحكم على نفسه، يعني نفسه يقول لأنه عرف هذا المعنى ثم خلاص عرف المعنى قال بس هو هذا المعنى. ندقق في الآيات، نتأمل الآيات، نشوف الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا وماذا يخبرنا. ثم يأتي جبر آخر، ألا وهو جبر الرحمة. وما هو جبر الرحمة؟ هو جبر الطبطبة. كيف يعني طبطبة؟ ويعني كم محزون وكم محتاج وكم مكسور وكم مخذول وكم مظلوم، الله سبحانه وتعالى برحمته يصلح ذلك ويعوض. هنا يجي فيها تعويض، يجي فيها تعويض، هذا اسمه جبر الرحمة، أي أن الله تعالى ذلك الإنسان اللي إيش؟ ها؟ اللي تعرض لظلم، من تعرض لظلم، من تعرض لحزن، ها؟ ابتلي بحزن، ابتلي بمرض، ابتلي باختبار، أي كان نوع ما ابتلي به، فالله تعالى يجبره. وجبر رحمة الله أي جبر تعويض. كيف يعني تعويض؟ يعني الله تعالى يعوضك خيرا. ولذلك دائما دائما لما الإنسان يصاب بحزن، يعني لو بس يقول حال نفسه اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، بدل ما يجلس يدعي ويستوي شاعر في الدعاء، يوم يبغى يدعي على من ظلمه يركز على أن الله تعالى يعوضه خيرا، ما تركز على الآخر الذي ظلمك، لأن الله تعالى يعلم من ظلمك. ركز على ما تعانيه في داخلك، أنت تتألم الآن، أنت تشعر بالقهر، أنت تشعر بالحزن لأنه في إنسان ظلمك، فركز على فكرة القهر والحزن اللي في داخلك، ما تركز على الشخص اللي ظلمك أو اللي قهرك. وهذا هو الفرق بين من يفهم الله سبحانه وتعالى، نعم، بين من يفهم صفات الله تعالى يركز على إنه يستفيد. ولذلك الناس ماذا كيف تدعو لما حد يظلمها؟ تركز على فكرة الانتقام، دائما تركز على فكرة الانتقام، فتدعو أدعية انتقام. وينسي إنه من يدعو دعاء الملائكة تقول له ولك بالمثل، يعني ما يكون واعي ذيك الساعة، غاضبة ذيك الساعة، مقهور ومخلي القهر والغضب والحزن متحكم فيه. فجبر الرحمة جبر إيش؟ جبر تعويض، جبر تعويض. عفوا، إيش يعني جبر تعويض؟ يعني أنا هذا الحزن يا رب، يا رب هذا الحزن أبدلني ها بدله خيرا. أيوة ربي إني مغلوب فانتصر. لاحظوا هنا الشعور، لاحظوا إني نصب لنفسه، يعني ركز على نفسه. شوفوا الأنبياء وأدعيتهم. أيضا لاحظوا لما يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، تعرفوا إيش يعني حسبنا الله ونعم الوكيل؟ وأنا سبق وشرحت هذه، أي أننا وكلنا أمرهم لله، هو يتولاهم، يكفينا. أما في ناس تدعو حسبنا الله ونعم الوكيل بنية الانتقام، لا بنية توكيل الأمر، لا بنية أنهم يوكلوا الأمر لله، لا، بنية أنه يا رب أنا ما راح أرتاح، والتعويض الحقيقي اللي أريده أنك أنت خليني أشوفهم متبهدلين، خليني أشوفهم كذا ذليلين كما ذلوني،
وإذ بذلك الذي يدعو لمن ظلمه بالذل إذا هو يصبح ذليلا. لإمرأة تقول إنسان ظلمني، إمرأة زوجها ظلمها، مو تقول أنا واجد أدعو حسبنا الله ونعم الوكيل ولكني ما أشوفه غير مرتاح ويضحك، وأنا مقهورة لأني أشوفه يضحك ومرتاح، هو ظلمني. قلت لها طبيعي هتبقي مقهورة لأنك تدعين له بالقهر فتصبحين أنت المقهورة، أنت باغية أن الله تعالى ينتقم منه فينتقم منك أنت. ترى لأنه أنت ما فاهمة أن الله تعالى انتقامه شديد. إحنا ما نكون فاهمين فنرتكب أخطاء. لذلك دائما حتى لو قلت حسبنا الله، لكن حسبنا الله بمعنى إنه ما يكون هو قضيتي، ما يكون الشخص اللي ظلمني هو قضيتي، بل قضيتي أنا مسؤولة عن نفسي. ليش تدعيينه أصلا؟ ليش تدعيينه؟ إذا قدرت تدعيينه أنت من المحسنين. شوفوا الفكرة. أنا أعتبر دائما وقوع الظلم علي هذه نعمة. ليش نعمة؟ لأنها فرصة للقبر، فرصة للتعويض، فرصة أن الله تعالى يعطيك. دائما لما تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، أي دعي فيها أن الله تعالى يا رب وكلتك أمري، أنت كبرني، أنت رضيني، أنت عوضني. والشخص اللي ظلمش اتركيها لله، ما أنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص اتركيه لله، ما مطلوب منك تروحي تحضني الشخص اللي ظلمش، ولا تقولي له دوك فلوس لأنك ظلمتني، ولا تعالى خليك فوق راسي لأنك ظلمتني، لا. ولكن إن أردت أن تكوني يعني من المحسنين، قلت كما قال الرسول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أذوه كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدعو عليهم تلك اللحظة، لكن النبي ماله واعي، يعرف كل اسم من أسماء الله، واعي، ما ينطق عن الهوى، يعرف تماما كيف يضع أدعيته وكيف يصيغ دعاءه، يفهم، لأنه يعرف معاني أسماء الله، يعرف أنه إذا دعا بالانتقام سينتقم منه. وليش؟ ولذلك جبر الرحمة أي جبر التعويض. إيش يعني التعويض؟ يعني الله تعالى يعوضك عما خسرته. ولذلك يا حبيبتي لما تحزني أو إنسان ظلمش أو أخذ حقك، اسأل الله تعالى أن يجبرك جبر تعويض، يعني يعوضك عن الذي فقدتيه أو خسرتيه أو شعرتي به. لماذا؟ لأن هذا التعويض إيش يسوي؟ والله إن التعويض ليرضيك. كيف يعني يرضيك؟ سينسيك، ما كأنه شيء صار. ولذلك الناس اللي ما تفكر إلا في الانتقام، والله بتعيش حياتها كلها في حرب، في حرب، في حرب، يعني ما طبيعي، دائما في حرب هم. لكن لما أنا أشغل نفسي، أنا ليش أشغل نفسي بالخلق حتى لو ضال مني؟ ليش أنا مشغولة فيه؟ أنا عارفة أن الله تعالى جبار، سيجبره ذلك جبر قوة، وسيجبرني أنا جبر رحمة، سيجبر الله الظالم جبر قوة، وسيجبرني أنا جبر رحمة، وأنا الفائزة، وكلنا فائزون. إيش المشكلة مدام الله تعالى يعوضني ويعطيني؟ بالله عليكم، ألم نقل ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ يعني إذا الله تعالى قال بعطيك كذا وكذا وكذا عن هذا الإنسان، بالله عليكم في إنسان عاقل يقول لا؟ يعني الله تعالى يقول مثلا هذا الإنسان اللي ظلمك وأخذ حقك، مثلا خدعك في تجارة، أنا هذه التجارة اللي أنت فيها وخسرت فيها أنا بعطيك فيها أضعاف، وبفتح لك كم بوابة من الرزق بدل هذا الشخص. أتقول لا؟ في
في ناس تقول الله ويقول الله هذا اسمه الدمير، يسميه الدمير هذا ويقول الله. في عاقل، في عاقل يقول لا، يعني الله تعالى انت خسرت تجارة، او واحدة كانت متزوجة من شخص وهذا الشخص سبحان الله أذاها وفعل ما فعل، ثم الله تعالى يعوضها بشخص آخر أحسن منه. لا ما صعب، ما صعب، من عرف الله ما صعب، لكن نحن ما نعرف الله تعالى زين، هي ذي المشكلة، هي ذي المشكلة. ألا يوجد ناس كانوا يعيشوا، يعني في نساء كانت تعيش مع أزواج ظلمة، ولأنهم ركزوا على نفسهم. شوفوا لما طلقت المرأة ركزت على نفسها، ركزت على نفسها. ترى من يعرف الله ويذكر الله يعرف ما يقول، لأن الله يثبت، لأن الله يثبت من؟ يثبت المؤمنين. لو كنا مؤمنين بأسمائه ليثبتنا الله بالقول. فأنا ما أفكر، كل ما أفكر فيه، لاحظوا كل امرأة فشلت في علاقة زوجية، كل امرأة فشلت في علاقة زوجية ثم ركزت على نفسها، مو صالها بعدين، سألوها أولئك النساء اللواتي ركزن على أنفسهن، قال ليش؟ يقول ليش ببساطة، لا نحمل في نفسنا على ذا الإنسان، الإنسان إذا ظلمهن، لقد عوضني الله، جبرني الله. شفتوا كيف؟ جبر تعويض، يعطيها أحسن. فما تجلس تفكري، لا، في نساء سنين تجلس سنين وهي تتحسب على طليقها، تتحسب على طليقها، وهي أصلا من مصيبة المصيبة، وهي ذيك من عرفناها إذا تموت وهي ما تعرف غير حسبي الله ونعم الوكيل، في ظلمني وما سوالي وما عمل لي وما أعرف إيش، والله لا يوفقه، وما أعرف الكلمات هذيك اللي تقول، اللي يقولها، وشيء من الحريم ما أعرف. قلت لكم شيء من الحريم يستوين شاعرات ما يعرفن الشعر، يستوين خنساء فجأة، تستوي الخنساء فجأة في شو اسمه. ولذلك جبر الرحمة، أي أن الله تعالى يجبرني جبر التعويض. فأنا يوم أتعرض لظلم، لحزن، لفقد، لأي شيء، عشان الله تعالى يجبرك وهو الجبار، يا حبيبتي ركز على نفسك. قلت لكم ما تقول لها شيء، قولا حسبي الله ونعم الوكيل، فقط وكل الأمر، ما مطلوب من الشيء، انت بس وكلي الامر، ثم قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، او تقولي يا رب اجبرني، يعني عوضني. ما مطلوب منك اقصى حاجه تقوليها وتوقعش، قولي حسبنا الله ونعم الوكيل. المشكله انه احنا دائما دائما منصبين نفسنا حكام على الاخرين، منصبين نفسنا حكام ونحن لسنا بذلك. يعني احنا ما عندنا اصلا، ما لنا الامر عشان انا اعصب نفسي. ترى لو، على فكره، لو كل واحد منا محطوط حاكم، ما اظن بقى احد في الارض. يعني ايش اللي يصير؟ كل واحد يقتل الثاني. لو معطيين السلطه في انه احنا ننتقم، كل واحد ماله قتل الثاني، حد يبقى في الارض؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم الأرض بهذه الطريقة. المنتقم ينتقم من من؟ من أولئك الذين يستمرون على المعصية والظلم. خلاص الله تعالى أنا عارفة أنه هو راح يجبرني، عارفة أنه هؤلاء سيجبرهم جبر قوة، وأنا سيجبرني جبر رحمة، فما أنشغل، ما أنشغل بهم، خلاص ما وكلت أمرهم لله. عشان كذا الناس التي لا تستطيع أن تسامح هي في واقع الأمر أصلاً ما قادرة تفك التفكير بمن ظلمها، ما هو عرف. لأننا لو كنا نعود إلى آيات الله ومعانيها لعرفنا، لعرفنا، لعرفنا ووعينا. من عاد إلى كلام الله عاد إلى الحق، ومن عاد إلى الحق فهو في حق، ولم يلقى إلا حق. طيب، إذن جبر الرحمة يعني نصرة المحتاج والضعيف والمظلوم. تعالوا الشيء الأهم،
لماذا اسم الله الجبار؟ لماذا اسم الله الجبار؟ اسم الله الجبار الناس في الأصل تفسد وتفسد، تفسد وتفسد. كيف يعني؟ الإنسان الله تعالى يقول لا ولا تفسدوا في الأرض. كيف يعني ولا نفسد في الأرض؟ يعني لا تظلموا نفسكم ولا تظلموا الآخرين، لا تظلموا نفسكم ولا تظلموا الآخرين. من يقترف ذنبا يظلم نفسه في واقع الأمر، ومن يؤذي الآخرين يظلم الآخرين. اللي يتعرض للظلم يحصل له إيش؟ تحصل له مشكلة نفسية أصلاً. يعني اللي يتعرض للظلم إيش يتأثر؟ ما الذي يتأثر؟ تتأثر ماذا؟ نفسيته، تتأثر نفسيته. في كثير ناس لما يكونوا تعرضوا، يعني مثلاً الطفل هو صغير يتعرض لأزمة في 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 حياته أو صدمة في حياته، يتأثر ولا ما يتأثر؟ يتأثر ويعيش في حزن. هذا الحزن ما الذي يفعله بالإنسان؟ إيش يخليه؟ هل يستطيع أنه ينجز؟ عنده عقدة، تلقي يتأثر، علاقاته تتأثر، إنجازه يتأثر، يمكن إيمانه يتأثر، يؤثر حتى على شخصيته. وهذا الشخص اللي ظلم، واللي ظلم اقترف ذنب وظلم غيره، إيش يصير له أيضا؟ ماذا تفعل الذنوب بالإنسان؟ أيوة، أيضا مو تعمل قلبه، تعميه صح، تغطى على قلبه، يعني تؤثر على ماذا؟ على نفسيته. ولما تؤثر على نفسيته إيش يصير له حياته؟ تنتكس. إذا هذا منتكس وهذا منتكس، صح ولا لا؟ يعني الظالم منتكس في الأصل والمظلوم منتكس، ما بثنينتهم نفسيتهم متأثرة. أنتوا على بالكم الظالم ما يتأثر؟ يتأثر. أيوة، في الحالتين القلب ماله؟ أيوة، ما مرتاحين الاثنين، ما مرتاحين. إذا بالله عليكم الاثنين هذيلا ما محتاجين إلى قبر، محتاجين إلى قبر. أيوة، الاثنين محتاجين إلى قبر. هذا محتاج إلى قبر إصلاح، وهذا محتاج إلى قبر تعويض. هذا محتاج إلى قبر إصلاح، وهذا محتاج إلى قبر تعويض من الله تعالى. كل واحد من الاثنان، شوفوا أنا بقول لكم إياها، إذا كل من الاثنان ركز على نفسه، ها؟ كل واحد، الظالم ركز على نفسه وراجع نفسه وقال ما الذي فعلته، فهدى فاستهدى، ها، وتذكر الآية ولا تقنطوا، ذكر الآية ولا تقنطوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما لهم لا تقنطوا، وركز على نفسه، ها إيش يصير له؟ سيكبر ويصلح الله حاله. والثاني إذا ركز على نفسه وطلب التعويض وركز على عطاء الله تعالى، ألا تنصلح نفسه؟ صح ولا لا؟ إذن شوفوا الآية الكريمة، الله تعالى يقولنا لا تفسدوا في الأرض. إذا كان الله تعالى يقولنا لا تفسدوا في الأرض، فإذن الله تعالى مستحيل يخليك أنت فاسد، يخليك أنك أنت فاسد. عرفتوا كيف؟ لأنه قانون في الأرض، قانون الله تعالى، سنة سنها. فإذا سن الله شيئا اعرفي أن الله تعالى ها أصلا يطبقها قبل أن يأمر بها عباده، فلا يريدك أنت فاسد ولا يريد هذا فاسد. لكن مو الناس تسوي هذا، مستمر في ظلم في 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 ظلمه، وهذا مستمر في حزنه، وكل واحد ماشي في طريق وما فاهم اسم الله الجبار. لا هذا مرتاح فهذا ينتقم منه المتكبر، بعد ذلك الله تعالى ينتقم منه،
وهذا يعيش في ضنك وظلم نفسه وهو عايش في حزن. مستوى الحلم، إذا فسدنا ولا ما أفسدنا؟ أفسدنا، أفسدنا في حق أنفسنا. ونتكلم يا جبار يا جبار يا جبار اجبرني، هو ما فاهم جبار يعني يا رب أعني على إصلاح نفسي وعلى جبر نفسي وعلى أن أقوي نفسي وعلى أن أكون عزيزا يا رب وعلى أن أكون أنا المهيمن على النفس لا النفس مهيمنة عليه، وأن أكون ها مطمئنا يا رب مستسلما إليك، لك الملك وحدك. شوفوا شوفوا الإنسان اللي فاهم الكلمات كيف تكون وكيف الله سبحانه وتعالى يدلنا عليه، لكن نحن مو نفهم. النفس جالسة تفهمنا أشياء ويشاع 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 دائما. المشكلة إنه لما يشاع لنا معنى يشاع لنا معنى خلاص نمسك ذاك المعنى، نمسك ذاك المعنى ونمشي عليه، وأين العقول التي تتفكر؟ بس وكل واحد يحلل الأمور من وجهة نظره من خبرته من ظروفه ويمشي أموره، لكن المعنى أبلغ أبلغ من ذلك. لأنه أنا يوم أجي أتكلم عن معنى من معاني أسماء الله لازم أنظر أيضا للمعاني الأخرى بحيث ما يحصل فيها تضارب، لأنه قلت لكم صفات وأسماء الله كاملة متكاملة، ما في حاجة تتضارب مع هذه. يعني لأنه في ناس بتقول كيف الله تعالى رحيم وفي نفس الوقت جبار، فاهمين؟ في ناس كذا بتتساءل، اللي هم يجيوش اللي يبغي يدخلوا في الإسلام ويجيوا بس يحب يوجدوا مشكلة، يوجدوا مشكلة ويوقعوك، فيجلس الواحد يقول إذن هي حسنى من أسمائها، نعم فيها تكامل، فيها تكامل. وهذه الأسماء للعلم مالها متكاملة مع سنن الله وقوانينه. يعني الله تعالى ما وضع لش أسماء وهي صوب الأسماء معانيها وسنن الله تعالى في صوب، لا، ثمة اتزان، ثمة توافق، لا يقدر على هذا التوافق إلا الله تعالى جل في علاه، عشان نفهم المعنى صح وندرك المعنى بشكل صحيح. طيب إذا أيها الإنسان، أنت المفروض تعرف إنه جبر القوة إن الله تعالى يعطي للظالم فرصة حتى يصلح، إذا استمر فإن أخذ الله شديد. أما جبر الرحمة إنه ينصرك، ها يعني، وحتى الله تعالى يعوضك لدرجة إنه أنت خلاص تنسى هذا الإنسان اللي ظلمك، ما تفكر فيه، بتقول الله تعالى عوضني مالي وماله. عشان كذا الناس اللي تعيش مرحلة التسامح أساساً هذيل عارفين إنه أنا أصلاً ما إلي علاقة بأولئك الذين يظلمونني أو يقهرونني أو غيره، أنا إلي علاقة بيني وبين الله تعالى، أنا تركيزي مع الله تعالى، أنا أصلاً لابد أن يكون اتصالي وتوجه وجهي، أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. أنا ما قاعد أفكر في فلان، ما أفكر في فلان مسوى فيه، ماشي، لأن الذي يجبرني الله، أنا وش أنتظر يعني؟ جالس ينتظر وحدة، جالسة تنتظر وحدة طلقت، جالسة تنتظر اللحظة اللي يجي فيها الزوج اللي أصلاً ظلمها، تتوقع أنه يجيها ماله، يجي يقولها أنا آسف، وتتخيل وقاسة تعيش الخيال وكل يوم تحرص يجي يقولها أنا آسف، لا جاء ولا يحزن، تعيش وهما ثم تموت قهرا، مو الوازي. نعم نحزن، الله تعالى ما قال ليش ما تحزني، لكن المشكلة ما الذي يفعله الإنسان بنفسه؟ يدمن الحزن، فإذا أدمن الحزن عاش في الوهم، عاش في الوهم، فإذا عاش في الوهم بعد ذلك يأس وقنط وضاع العمر. كم من نساء جلسن يعذبن عمارهن، يعني واحدة ما ارتاحت، ما مرتاحة ومصرة أنها تكون ما مرتاحة. في ناس كذا تحب الشقة، والله تعالى ما يريد لها الشقة بس هي تحب الشقة، حريم
بدون أن الشقة من حياتي يكون. خبرتكم أنا بتلك القصة من الحرمة، هذه قصة ما أعرف حقيقية أو لا، ولكنها موجودة في الدارجة المصرية، القصة هذه عن امرأة تحب النكد، دراما كوين تحب النكد. فزوجها يعني تحب منها من كثر ما هي تحب النكد، فاتفق معها على اتفاق، فقال لها إنه نجعل يوم واحد للنكد، باقي الأيام ما تنكد عليه، بس يوم واحد في الأسبوع نكد عليه عادي خذ راحتش. فتخيلوا اليوم اللي قبله، يعني مثلا خلينا نقول اختاروا يوم الأحد يكون نكد، واليوم السبت، ذيك اليوم يوم السبت جلس ترقص من الفرح، تقول بكرة النكد، بكرة بكرة النكد، بكرة، يعني فرحانة إن بكرة النكد، يعني لدرجة إنها فرحانة بالنكد. في ناس كذلك تحب إن تعيش النكد ودراما كوين على قولة زهر، في ناس كده. وما أكثر الذين يحبون النكد ويعيشون، والله تعالى يقولهم إني أنا الجبار. هذه الصوت ما واضح، الصوت واضح. طيب كيف أتخلق باسم الله الجبار؟ شوفوا عشان تكون واعيات أيضا لهذا الاسم، الله تعالى ما يعني ما أعطانا هذه الأسماء، ما أعطانا هذه الأسماء إلا الله سبحانه وتعالى يريدنا أنه إحنا نستفيد منها، فإذا استفدنا منها وطبقناها حصلنا على فوائدها. وقلت لكم قبر الله تعالى قبر تعويض وقبر إصلاح، يعني في إلها فوائد. فإذا الله سبحانه وتعالى أنا فعلت هذا الاسم صح، الله تعالى يعوضني ويصلحني. من منا ما باغي إنه يصلح؟ ما بس يصلحني، يصلح لي شأني كله. تعرفوا لما كلمة إن الله تعالى يصلحك، يعني الله لما يصلحك ما يصلحك بس، يصلح جسدك، يصلح أفعالك، يصلح حياتك، يصلح لك الناس اللي حواليك، يصلح الناس اللي حواليك. يعني كيف؟ يعني الناس اللي كانوا مؤذينك يكونوا موالينك، يكونوا معك، والناس الذين تكلموا عليك سيتكلمون لأجلك، والناس الذين تآمروا عليك سيكونون ناس لنصرتك. هذا معنى أن الله تعالى لما يصلحك. ولذلك لما نجي نتخلق باسم الله الجبار، أنا أريد أقول كان حاجة، الناس اللي شغالة قبر للناس، في ناس كده أستاذة في القبر، يعني وش؟ يعني تقبر الآخرين وتساعدهم وتطبطب عليهم وهي ناسية نفسها، ناسية نفسها، يعني ولا تطبطب على نفسها. ولا أقول لكم إياها، هذول 99% من البشر مالهم مستويين أساتذة التطبيب والطبطبة، مو يسويهم لما يشوفوا إنسان حزين وبالأحضان ومدري إيش ويعطوا ومدري إيش. طيب ونفسهم ناسينها، وإيش اللي يصير؟ إيش اللي يصير؟ اللي يصير إنه هذا الإنسان اللي أصلاً عمره ما طبطب على نفسه وما قال يا نفسي معلش بس إهدي 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 معلش، ها؟ يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ها، بدل ما أقولها أنا قبل حال الناس، أول شيء طبطب على نفسي، هو نفسيته تعبانة، عشان إذا هذاك الشخص اللي أنا طبطبت عليه وخذلني مو قال في نفسه صح إنه الناس ما فيهم خير، صح إنه الناس ما ينفع معهم المعروف، لكن لو كان يعطي ونفسه قوية هل اهتم بردة فعل الناس؟ لذلك يا حبيبتي ما تستوي شاطرة وتطبطبي على الناس ونفسك تحتاج طبطبة، ما تصير تقبر الناس وتقبرين أحزانهم. أيوة، خزان فاضي، يعني كأنه بير ما في ماء، بير ما في ماء كيف تسقي؟ هذه بير ما فيها ماء كيف تسقي؟ فإذا رموها بحجر قالت صح ما فيهم خير، ترى شو انتي فاضية، فاضية،
تخيلي نفسك كمبير فاضي فاقد الشيء لا يعطيه، فما ينفع واحدة تقول ليش أكبره أكبر الآخرين. لا بد أن أعطي. لماذا؟ لأني إذا أعطيت من الجانب، شوفوا شوفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئ من الداخل، شوفوا كيف ممتلئ من الداخل، ممتلئ، لأنه ممتلئ من الداخل يدعو لهم ها بالرحمة. لما أنا أخبركم الآن كيف يكون القبر، كيف يكون القبر، كيف يكون القبر، كيف يكون القبر أصلا، يعني كيف الإنسان، كيف الإنسان، يعني أول شيء خلونا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هو، لأنه ممتلئ. فهو إيش هذا النبي؟ لأنه ممتلئ من الداخل يعفو ويسامح، لأنه ممتلئ، هو متصالح مع نفسه، هو جابر لنفسه، ها مهذبا لها، فاهمنها، فاهم نفسه. ولذلك لما يعطي يعطي وهو ماله، وهو ممتلئ، ممتلئ. فإذا أعطى وهو ممتلئ، إذا الناس عصته إيش صار؟ إذا الناس ما استمعت له، قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد منكم شيء، أنا أصلا ما أنتظر منكم شيء. النبي لا ينتظر. لذلك نبي الله يونس إيش سوى؟ صار عنده خلل، صار عنده خلل في نفسه. هذا الخلل جعله ماله؟ يعني أنت رحت غضبان، خلل في نفسه، نعم حدث له خلل، هذا الخلل جعله يذهب غضب غضبان. أنت الأصل تعمل لله، ما تعمل لهم، ما تعمل عشان هم يقولوا لك شكرا او عشان يتبعوك، انت تعمل لاجل الله، انت تبلغ رساله الله. اهتدوا كان بها، عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل. لذلك القبر يبدا الانسان كيف يقبر نفسه؟ لازم اول شيء يصلح هناها. انا عشان اساعد الاخرين، عشان اعفو، لازم اول شيء مثل ما قالت تهاني وسألت أليس ذلك له علاقة بالغفران؟ أنا بقول الشيء ببساطة، من كان يغفر لنفسه فيغفر للآخرين. ولذلك اللي ما يقدر يسامح، أنا أقول له ببساطة أنت أصلاً ما مسامح نفسك، كيف تسامح الآخرين؟ أنت ما قادر تسامح نفسك، طبيعي ما تقدر تسامح الآخرين. فلذلك قبرك للآخرين ليس سوى ادعاء ما حقيقي، وأنت أصلاً في داخلك ما مكبور، وهم، كل شيء يأتي من فراغ وهم. لكن لما يجي من قلب ممتلئ، من قلب ممتلئ من الداخل فعلا ممتلئ بالله، مكبور، مكبور قبرا إلهيا، عارف أكيد بيعطي وهو مطمئن. عشان إذا جاء الشخص ونكره، نكر هذا القبر ونكره، ما يتأثر، يقول فعلته لله ما فعلته لأجله، فيطمئن، ما يتأثر ذاك التأثير. نعم يسامح نفسه فلا يدخل في دائرة النعم. صدقتي حبيبتي الأمل. إذن كيف أكون أول شيء جابرا لنفسي؟ في طريقتين، كيف أكبر نفسي أولا قبل أن أكبر الآخرين؟ كيف تكبري نفسك؟ إذا أخطأت أجبر خطأي بالاستغفار، إذا أخطأت أجبر خطأي بالاستغفار. أيوة، لأنه أنا إيش؟ الخطأ إيش يسوي؟ إيش الخطأ يسوي؟ يسوي ماذا يفعل بالنفس؟ مو يسوي الخطأ بالنفس، يعذبني، يدمرني، يكسرني، صح ولا لا؟ تو قلب مكسور، كما مو يقبر كسر غيره، تو وحده هو مكسور محتاج قبر. هذا أنا أريدكم قبل ما تقولوا لي هذه الكلمات ويمكت نكتة سوداء ويلومها وغير، أنا أريدش تتخيلي العمل ما يحدث في القلب. تخيل أنت قلبك تجي تعملي له تقترف ذنب والقلب كذا ينشق نصين. خلوا عنكم الكلمات هذه ران والنكتة وهذه الأشياء، قلب يشق إلى نصفين ثم ينزف، بالله عليكم قلب ينزف، كيف يسعف الآخر قلب ينزف آخر؟
أنا أريد أوصلك للمعاني، لا أريد أن نتعلق بالكلمات وحدها. يوم أعطيك المثال، ما تقسم تقول لي الأشياء اللي أريدش تعيشي المعنى، كلمات هذه لها معنى. الله تعالى يوم يقول إنه ران وإنه قلوب عمياء، أريدش تعيشي المعنى عشان تفهميه، عشان تتلذذي بالمعنى ثم تستوعبيه وتستشعريه. ما يكون تصرفاتش تصرفات بس لأني حافظة مجموعة كلمات. ترى كلنا حافظين ذي، وفي ناس حافظة القرآن لكن ما حد مستوعب إنه في ناس حافظة القرآن وما مستوعبتنا. فما ترددوا لي بالله عليكم، ترى تغيظني يوم تجلسن تقول لي نفس الكلمات اللي تعاد. أسألكم سؤال بالله عليكم، قلت لكم القلب صابه شيء وانقسم نصين ونزف، أي يقدر هذا ينقذ حد؟ ما بس هذا الإجابة. ما تجيب لي، ران وعمي، ما تجيب لي، لأنه ذا كله يصف هذه الكلمات. عيش الكلمة، عيش المعنى بس. لماذا؟ إذا عشت المعنى أدركتيه، فإن أدركتيه يا حبيبتي إيش اللي يصير؟ هتفهمي الآيات، هتعرف الله تعالى ماذا يريد منك. إيش الفائدة إن إحنا نحفظ الكلمات وحفظين إياها؟ ما مطلوب. تمام. طيب الأمر الآخر، إذا أحسنت العمل، شوفوا وشوفوا الأنبياء، كيف. وأنا أقول لكم دائما ترى الأنبياء، يوم لما يتصفوا، لما يسلكون سلوك، ترى فيها رسائل توجه لنا، فيها رسائل إنه إذا أخطأت جبرت الخطأ بالاستغفار. أعتذر منك حبيبتي، حياتي كلها لله، لأنه كلامش غير صحيح. ليش؟ ببساطة بس، لا تقولي أنا أتكلم عن تجربة. لا يمكن أن يعطي إنساناً من كوب فاضي، لا يمكن أن يسقي إنساناً آخر وكوبه فاضي، ما ممكن. وإنما فعله يفعله ها أملاً في أن الله تعالى يملأه، فقط أملاً في أن الله تعالى يعوضه. لأنه والدليل على ذلك إنه هو أول ما الناس تبدأ تخذله مو يسوي، مو يقول، يتأذى مباشرة، طبيعي يتأذى. طيب إذا أحسنت العمل اعترفت واعتذرت على التقصير. شوفوا نبي الله إبراهيم ماذا يقول. ربنا تقبل منا. وماذا يقول المؤمنون؟ ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا. إيش معنى؟ ممكن أنا في شيئين، الذنب والكبر تكسر قلبي، الذنب والإعجاب، إعجابي بعملي قد ماله يكسر قلبي. فعشان ما يكسر قلبي إيش أسوي؟ أقول ربنا تقبل منا، وأعترف إن التقصير مني. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، بخبركم الآن. إذا الجبر يكون بأمرين، إنه إذا أخطأت استغفرت وعدت إلى الله، وإذا أحسنت اعترفت واعتذرت لله عن التقصير. في ذلك جبر لقلبك، قلبش ما هيكون مكسور، ما هيتدمر، هيكون قوي. ساعتها من أخطأ ومن اعترف بفضل الله تعالى
مستحيل ما يقدر يعطي. طيب في ناس تقول إنه أحياناً إحنا نساعد الآخرين. شوفوا في فرق بين أن أعطي لأعطى. أعطي لأعطى كيف يعني؟ أنا أصلاً من خلال العطاء هذا أنا أريد أملأ. إذن يفترض يكون التعامل مع من؟ مع الله، صح؟ يعني كيف؟ يعني في ناس مثلاً حزينة وجيت أنا أكبرهم أو أساندهم لأجل من؟ لله. في هذه الحالة نعم اكبري إذا كان لله، لكن إذا جاء اليوم اللي هم خذلوش فيه، وجيت قلتي الناس ما فيها خير، أعرفي أنك ساندتي لم تساندي لله ولم تكبري لله. إذن أنا أصلاً لما أحسن أو أكبر لأجل ماذا؟ لأجل أن يجبرني الجبار، ما لأجل إنه هذا يذكروا معروفي. إذن هنا التعامل ما بيني وبين الناس، التعامل بيني وبين الله. عشان كذا لما أقول فاقد الشيء لا يعطيه، يعني أنا لو كنت أصلاً أكبر أو أكبر كسر الآخرين عشان الله تعالى يجبرني، نعم هذا صح ما في خطأ. ليش؟ لأنه من يكبرني غير الله؟ من يعوضني غير الله؟ حد يعوضني؟ ما حد يعوضني إلا الله تعالى. ولذلك إن فعلتي لأجل الله نعم. ليش؟ لأن الأكواب الفارغة لا يملأها إلا الله. لأن الأكواب الفارغة لا يملأها ولا يكبرها إلا الله، والقلوب المنكسرة لا يكبرها إلا الله. طيب لا يمكن أن تكون جابرا للناس وأنت مكسور من الداخل، لذلك لا تعطى خلافة الجبار إلا لقوي. ولذلك إذا باغية تكون قوية خذ الجبر من الله، لا تأخذيه من الناس. نعم لكن عن طريق الناس، يعني ممكن أنا أكبر إنسان بس عشان الله تعالى يكبرني. نعم صحيح، هذا الفعل صحيح، لكن إذا كنت أكبرهم ثم أنتظر منهم جزاء أو يعني شكورة، فأعرف أنه أنت أيوة بالضبط مثل ما قالت أم رشاد، قالت أحيانا النساء تروح العزاء لهدف المواساة ولأجل تأدية الواجب في الله. تمام، لما ما يجيوا هذلك الناس اللي راحت لهم هي العزاء وهم ما جيوا، ما تروح تقول وفلانة ما جات وتستعددهم بوقوب وما جت، عقب تقولي راحت قبري راحت أدي الواجب. هنا تنكشف. نعم هنا تنكشف. الجبر من الضعيف يزيده ضعفا. الجبر من الضعيف يزيده ضعفا، اعرفي هذا الأمر. القوي يجبر الناس ولا ينتظر منهم إنهم يجازوه أو يردوا هذا الجبر. هل نحن مؤمنون بالجبار؟ ها؟ اللي تؤمن بالجبار لازم يكون عنده هذه الصفات. شوفوا كيف. قبل أن تقول لي نعم ما تتسرعن، هتنكشف البلاوي. صبرا، ما واجب تتحمس ذاك الحماس. وما أكثر الناس المتحمسة لأنها تعرف الأشياء السطحية. بس كيف تكونين مؤمنة بالله الجبار؟ نعم، ترى على فكرة كلمة نعم عند الله لها معاني كثيرة. أن تكون مفعلاً أو مؤمناً باسم الله الجبار أي أن تكون غنياً ومستغنياً بالله. أن تكون غنياً ومستغنياً بالله قبل ما تكون جبار. يعني أنت عشان تكون ممن يؤمن بالجبار أول شيء تكون مستغني. كيف يعني مستغني؟ ألم يقل الله تعالى أنه هو الملك
صح ولا لا؟ في الآية الملك، إيش يعني الملك؟ يعني أنا أموري عند الملك. فإذا كان الملك، الملك معروف غني، الملك معروف غني، فإذا أنا أستغني بالله عن العالمين، ما يفرق عندي اللي يخذلني واللي ما يخذلني واللي معي واللي ما معي. ليش؟ لأنني مستند للملك، أنا غني به لأنه الغني، أليس الله الملك؟ طيب الأمر الآخر، أن تكون حكيم. كيف يعني حكيم؟ يعني ما تكون متخبط، بمعنى أصح أفعالك موزونة، تتعلم لتكون حكيما، وماله وتتطهر حتى تكون، يعني ما تقترف المعاصي وتتوقع نفسك، أيوة تضع الأشياء في موضعها وتكون متأني، ما تكون عقول، ما تضع الأشياء في غير موضعها، وتكون أيضا ماله عزيزا عند الله. كيف عزيز؟ يعني ما كلمة الحق تخاف تقولها. فأيها الجبار الذي تريد أن تفعل الجبر، ها؟ ما ينفع تكون جبار وانت لنت مستغني بالله، ولنت مفعل لاسمه الحكيم، ولنت عزيز عند الله. يعني انت جالس تقترف أخطاء والناس أصلا ما تحترمك. أن تكون من أهل السلام. كيف يعني من أهل السلام؟ ما وحدة مشاكل مع الناس، واللي يدخل بيتها يندم إنه دخل بيتها، يندم، ما تكون من هؤلاء. أما تقولش أنا مؤمنة بالجبار، وهي للأسف يعني تدخل بيت ناس ويكرهوا إنهم دخلوا، أو يكرهوا إنهم أدخلوها، كيف أنا أكون جبارا وأنا أصلا أناقر هذا ونازع ذا؟ يعني جبار تضحك على من أنت؟ لا يمكن. أن تكون كثير التطهر، يعني المعاصي قدر الإمكان، المعاصي ما له تكون مجتنبا لها قدر ما تستطيع، تتقي الله ما استطعت، تجتنب المعاصي ما استطعت. عندها إذا كانت لديك هذه الصفات فإنك في هذه الحالة ما له صح، أنت مؤمن بالجبار. يلا الآن السؤال، يا أهل الغنى ويا أهل العزة والحكمة والسلام وكثيري التطهر، هل أنتم مؤمنين بالجبار الآن؟ توعدتن قوبل بقاسات يقول لي نعم نعم نعم، تبقوبل توعدتن مؤمناتي بالجبار. يحتاج الراجع الإنسان نص نص، أيوة، يعني معناته في شيء وفي شيء يحتاج إلى إصلاح. ما يفترض إنه إحنا نأخذ المعنى، ترى على فكرة الإنسان يفترض إنه هو دائما فكرة الإيمان هذه شوية يراجع نفسه دائما فيها، يراجع نفسه، ما يقسو على نفسه، لكن يجتهد ما استطاع، يجتهد ما استطاع. الإنسان عنده نفس في عبادته، لا بأس لا بأس لا بأس. ما تقول يعني أنا تو الله تعالى ما يقبلني؟ لا والله يقبلك الله. لماذا؟ لأنك تجاهدين، يقبلك الله تعالى، يعلم قدرتش. يعني الإنسان يسعى إنه هو يصلح نفسه، صحيح يسعى، لكنه ما له، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ما يقول إنه يعني أنا نسمه مؤمن بنص ونص، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يستوي؟ ما يستوي. ولذلك قبل الإصلاح بين الناس فلنسعى إلى إصلاح أنفسنا. هذا إن شاء الله لما نوقظ اسم الله الحكيم بإذن الله تعالى. حبيبتي يعني لما نوقظ اسم الله الحكيم بإذن الله أعيدكم إن شاء الله سنعطيكم مثل المنهج كذا، إنه يعني نستطيع فيه إنه إحنا نعرف كيف نصل إلى الحكمة، مع إنه يعني أول طرق الحكمة، أول طرق الحكمة هو القراءة ثم التجريب، لكنه بنشرحها يعني بإذن الله تعالى. هذه الشريحة اللي قبل اللي باغي يتصور، خلق قبل أن أغيرها.
إذن أخواتي، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله أخواتي، تركتكم في حفظه ورعايته. مرة أخرى، من أرادت الاشتراك في أي من الدورتين يمكنها الاشتراك عبر التواصل الرقم 9887-0242. أراكم في خير وبخير، محاطين بخير الله وفضله ورعايته وكفايته وولايته، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ولا تنسوا بالصلاة على النبي، تفك مغاليق الأمور وتشرح الصدور وتكفون الهموم وتعطون ما أردتم من سؤال. أسألكم الدعاء، بارك الله فيكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم.